تعبت من الشغل الساعة 10 بالليل. رح اتصل بأبو حميد اقترح علي بركة نشرب فنجان قهوة بستاربكس. ألو؟ ألو؟ أبو حميد كيف الشغل؟ أبو العز كيف حالك؟ شو رأيك ناخد فنجان قهوة بستاربكس؟ قهوة بستاربكس؟ مستحيل، أنا مشغول. خير أبو حميد؟ مشغول بهالساعة؟ طبعاً أبو العز مشغول بالطاقة الشمسية، طبعاً سامع بالطاقة الشمسية. أنا حالياً غردقة مع بعض الأصحاب عم ندرس مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية. مشروع مربح تجاري وجو حلو والناس مبسوطين. ألو؟ ألو؟ سامعني؟ ألو أبو العز؟ ألو؟